البارحة طلعت من الشاشة أخبار أخبار شينا ليتهم ما نشروها أخبار شينا كلها نار في نار قوت خماني لليمن صدروها الله لا يوفق قصيرين الأعمار كل البراوي في البلد وفروها لا تبقوا ما يرهم كريهين الأفكار حتى بيوت الله قد فجروها ما يرحمون ابن له اولاد صغار وامه على فراق ابنها يقهروها العاصفة تعصف عليهم كالاعصار حزم العرب ترضى لمن حضروها العاصفة تعصف عليهم كالعصار حزم العرب ترضى لمن حضروها عاش الملك سلمان يا نعم بالجار وارضى الحرم يا سعد من قاوروها عاش الملك سلمان يا نعم بالجار وارضى الحرم يا سعد من قاوروها